هذاك هو الدوار شريف. هو هذا ولكن راه باقي بعيد، ما بقى والو. الدوار زوين غادي يعجبك. الرزيلة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام. معلم الجدان؟ أنت أنا. أنا كتجيت. أنا كتجيت المعلم. ما كنفهمش الحال. أخواتي الله يعاون. الله يعاون. الناس هنا كيهضروا بالعربية. كيهضروا بالعربية. المعلم يوشكان. مازال المعلم يوشكان. المعلم يوشكان. واش تسكن الزما يا عزه بعدا وردارو انت ماتيني تبدا بدا ترمز برانيك شمت ما زيرت مرحبا مرحبا وسهلا اتات النوي مرحبا 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 وسهلا بارك الله فيك يا شريف بقى السلام سفل ذات عيد تمازيرت غصاد يقدان غيوة سمقور غضوار المعلم نغسي اسمك الله حمد سي حمد يشكاد دارنغ تكليتي زوار ناد اغديوزن المخزن يا يعني المعلم الساقرة الرمالة يتزانين هو زايدة تكون هنا ربي ينتدر كان الهمي اللي كنت سي حمد بسم الله بسم الله مرحبا مرحبا الله يبارك فيك اش كيديروا دوك الحوايج تما غادي تسكن هنا هاد الساعه سي احمد ولكن هذا راه قسم غادي تسكن هنا على ما نصحوا لك واحد المحل كاين غير هنايا حدا دار الفقيه واخا اتنجي سنفو نخليوك ترتاح واحد شويه سي احمد الله يهنيك سي احمد العشيه مرحبا بك عندنا او ستسكني عشك مرحين انت واخا سلام وعليكم السلام
اش هادشي؟ انا ساعه ما غنجمع لك الحطب. قولي ما كاينش شي طواليط هنايا؟ شي كنيف راي؟ مازال ما كاملاش باقي ما فيش ما كاينش بلاصه اخرى. اسكت يا صاحبي. أنا هنا مالكم؟ من دخلتي وأنتم من وسطها؟ سلام. سي أحمد جليتي؟ لا كان كنقلب على الدار ديال امغار. تمنيت لاش غادي راه خليتها ليه. يلا ما سولتش كاسكيين سير دابا يخصم عليك باك. با مات هذاك يا عمي. يلا بسم الله. مرحبا مرحبا بالسي احمد. بارك الله فيك. الدار البيضاء غادي تكون كبرات على كيف كانت. كازا كبرات الاصل من تما ولا غير كبرتي فيها؟ انا تزدت وكبرت في كازا ولكن والديا من نواحي ديال مراكش. وباقيين عايشين؟ مازال الله يخليهم لنا. يا ربي امين. عندك شي وليدات؟ انا ما مجوش. بغيت نستقر بعدا وديك الساعه يدير الله تاوي لي الخير. ما تعرف يمكن يجيب الله النصيب هنايا. اغو كانوا رجرو ما يجراني يا ابراهيم. او خلاص هالمعلمين وكل بني انا كيهضر ربي كيورني غيات وريني هاتي رانزر. لا هادي واحد العائله من هاد الناحيه خطب عندهم المعلم البنت وما تزوجهاش. لا عندك تقت فيه وحملات منه وهرب وهذه هي المصيبه العظمى. روات قالت الجميمين كسيدي سعيد هانمي درتو كل سسوا واتورديوش كان في السف ما يحرم ربي. لا المعلمين ماشي كل شيء بحال بحال. علي وعلي او الطاجينه سرس. بسم الله كل واحد تسخن. بسم الله. كثير انا والو ماشي
خصنا نطلبوا الاذن باش ندخلوا عند شي واحد. سامح لي. سامحت لك. هاد لوتار ديالك؟ أجي نشوف. ياسين ما تسكتش غير عب شويه سي سالم. الدري ما دار لك والو. سي احمد خلينا عليك في التقار. تغطي سالي ترولت زيد هاتيك ميره درك من خميلان زيد كي يكون تيسبسل. مال عمك بهلكا؟ من نهار غرق ولدو هو داير لينا هكا. وياسين اش من علاقه عنده بهادشي؟ تكلمت يوم داك النهار بجيج. اسمح لي خصني نمشي. اجي هكا دير ديال ياسين. كديروا هنا في هذا الوقت؟ حنا من الدوار الاخر خصنا نجيو بكري. ياسين ياسين مالي تريد؟ راك جيت عمي دبروا قايل ما تسكرتيني. يلا دي درت وريني. السلام عليكم. سلام أشريف. مالك مع أخوك؟ والو. فين كنتي؟ كنت أنا وخويا في الجامع عند الفقيه كنقراو القرآن. واخا خليكم هنا وما تحركوش. صافي. سكوت. ها سكوت سكوت على برا وجوج جوج قدام الباب. يلا ادخلوا. السلام
سكات. شكون اللي عطاكم هادشي؟ والدينا اللي عطاهم لينا. شكرا. ولكن واخا هكاك خصكم تخدموا مزيان هاد العام. نعم وصل. يلا سي. انتباه. شكون اللي كان في المدرسة العام اللي فات؟ مزيان وقفوا نشوف. الاخرين كلهم جداد؟ جداد، ما عمرهم ما كانوا في المدرسة. فهمت يا استاذ، خليكم واقفين. خذوا شكاركم واجيو عندي. شوية شوية. انتوما المستوى الاول، هذا اول عام عندكم في المدرسه هنايا. غادي تاخذوا الشكاير محفظات وغادي نجيو هنا. مزيان، ريحوا انتوما. انتوما المستوى الاول وانتوما المستوى الثاني، غادي تحاولوا تخدموا بلا ما تبرسطوا بعضياتكم. واخا؟ نعم. مزيان، حسن جدا. استاذ عاصم مجتهد في الحساب. كتحسب مزيان؟ 15 في 8 شحال؟ 120. 17 في 9؟ 153. تبارك الله عليك، حسن جدا. دير هاد التمرين هذا. علاش ما كتلعبش مع صحابك؟ ما بغيتش. مريض؟ لا، لعب الدراري الصغار. وانت كبير ياك؟ انا راجل. فهمت. خلينا نقولوا رجل صغير. واخا. عرفتي ياسين، كل شيء عنده الحق يلعب حتى الكبار. قال لي عمي مسالي قبوات يلعب. انت استاذ تلعب. استراحة سالات. يلا اجينا. جوج زيد 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 زيد. هنا 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 هنا. زيد 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 هكا. زيد زيد. رجع اللور، رجع اللور، اللور زيد. ياسين ما درتش كاس الغي. يلا اسي سلام. اسي سلام تاش كد. هذا راه قسم وهذا تلميذ ديالي. هذا ولد خويا وانا حر فيه، نديه الا بغيت.
كيفاش ولد خويا سي احمد؟ ديها في شغلك وما تبقاش تدوي معايا. كاين غدا قراقا عمي في السكيه اللي كيسن راه داك من غتر ولدي جموري صغير. يلا زيد ماذا تقول؟ أنا أحمد المعلم. سي أمغار كاين؟ لا ما كاينش، كان غير أنا أمي، ما تقدرش تدخل دابا. واخا ما كاين باس، مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ما يصدق لنا ثلاث ماس سي أحمد يدينا ماش بابا مرغدينا. إلا جا سي أمغار قول لي المعلم بغي يشوفك، عنده مشكل في المدرسة. تشبخي ناتا مشكل بغي دارينا. بابا راور تورقت هانا براني يقع ازاكي سيلي انا غيقى براني ويلي سوينكي مغاريمك يبان ورايري وفهم غبات النيت درسناه ما خليه كله قيس تسكر مغورش كاد ممكن ورتايا كلني غيات. يلا ادخل زيد 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 سكات. صباح الخير. صباح الخير. ما تلايت مايت سمح لي سميتك شوية صعيبة ما بغيتش تلايت مس محل تكون كتعرف تهجم. ما بقيتش باغي نعجن من هاد دقت خبزكم. مزيان سيدي فاش عجبك خبزنا الواليد ديما كيوصي لك خوتو. زعما انا ما وصاش الواليد ما تجيبوش ليا الخبز؟ لا نخليوك تموت بالشوع. سكات لداخل نخليك مع وليداتك كاملين حسن عوان ماماهم. مستوى الأول عندنا تعبير شفوي. التعبير شفوي مزيان. غادي نتعلمو نهضرو نتعلم نقدم نفسي أقدم نفسي أقدم ماذا؟ مازيان. انا اسمي احمد. انت ما اسمك؟ انا اسمي احمد مسموك. سكوت سكوت تقلب على شي عقوبه. انا اسمي احمد. انت ما اسمك؟ انا اسمي احمد. لا انا احمد سميتي احمد. انا اسمي احمد ما اسمك؟ احمد تنتي. واخا انا عندي سمية. انا عندي اسم وانت عندك اسم وانت عندك اسم وانتي عندك اسم. سميتنا يقدروا يكونوا كيتشابهوا ماشي بحال بحال. كل واحد عنده سمية في شكل. فهمتوا؟ نعم. سلام شريك. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعاونك. الله يبارك فيك.
يمي مزيان تتحلى ها راك شفت تعجب اه تعجب تبارك الله عليك امتى غادي انت غتساليو ورزني بسماني سمانه هات المودة مده ورزني بسماني كيعاون سيدي ربي الله يبارك فيك علي سحمد سنت مع الخبار واخا عييت نقلب على شي اداه وما شدت لي حتى شي حاجه دوكا ما تشدوا انا هنايا عفوا لقاء الوداد البيضاوي بالتعادل فهمتي شي حاجه الوداد التعادل كنت باغي نعرف اش ذات الرجل هي انت رجاوي كنت عايش في كازا شي ايمان قبل ما يموت الوالي ما فهمتش هذاك عمك مالو مع ياسين باغي تعرف اجي معاك بلاتي كيرد ديش كعميك نشوف الوليد ديالك الكلاباس عندي مشكل مع عم ياسين باك بوحدو مع الفقيه قول لي بقيتيش كتجي عندنا كنبغيش نبرزطكم شكون اللي قال لك كتبرزطنا كشم مرحبا بك السي احمد ما حالكم هذا في ستي بارك الله فيك عجبك الخبز ديالنا زين تبارك الله الله يقوي الخير يوم ازدنا عليك والو كيف ما مبرزتكم بان لي بحالي انت اللي مبرزت مشيت لواحد المحل هنايا ولقيت الدراري صغار خدامين خدامين ايه خدامي شنو فيها ولا بغيتيهم يبقاو مربعين يديهم بغيتهم يمشيو للمدرسه شريف يقراو خدمه ما غاديش تهرب ملي كبروا راه ما يخدموا يوم من دابا حتى يكبروا اشنو بغيتيهم ياكلوا ياكلوا الطباشير وبزاف من هذوك الدراري شتي السي احمد كبروا على القرايه ماشي كلهم السي عمار ياسين مازال صغير على الخدمه عقله خفيف وذكي وحشومه مدري بحال ياسين يضيع كي تتعرف ياسين مكلف بيا عمو هادشي علاش جيت عندكم بغيتكم تمشيو معايا نهضر مع عمو ما عندنا ما نقولوا ليه وماشي كاع الناس كيصيفطوا ولادهم للمدرسه وهكا داير الامر عندنا هنا هاد الحال انا ما عاجبنيش
كنتسناكم تعاونوني بكثر من هكا. السلام عليكم. يا فؤاد الأشجار مفيدة لنحافظ عليها. يا فؤاد فو 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 يا فؤاد الأشجار مفيدة في 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 مفيدة. بس بارك الله عليك، ما تنساش التمارين ديالك. تحرش تقرنا عطات شي راه تعاون هذا الجاب بزاف نتراها غا. وليتي كتدخل لمحلات الناس بلا خبرهم، اش بغيتي عندي؟ وعليكم السلام الشريف، بغيش غير نريحو نتفاهمو انا وياك. ما عندي ما نقول معاك، عطيت اتساع لياسين. ياسين انا ما بغيت ليه غير الخير. حتى انا ما بغيت ليه غير الخير. ولدي هذا انا ماشي ولدك، ولدك مات، كون بقى ولدك حي كون خليتيه يقرا. صافي هادشي اللي بقى، ولو الدراري كيردوا علينا الهضره. انتباه، مستوى الثاني اليوم عندنا سير ما بالكش ياسين ما البارح ما رجعش للدار. جبدوا المطالعه وقراو في صمت ها، وردوا معكم البال الدراري الصغار، انا غادي نرجع. السلام عليكم. هات انت انا يقام السبب بكل ما يا فكات هو كان خاطر هاد نفتي اللي ليت مكرسينا داك كل يهضر ربي هو تربيتي عندنا يا اخايت واه يقاد دوا الزند عميس اشرف. الله يجزيكم بخير، ولا نبقاو نضيعوا الوقت في هاد سوء التفاهم، نلقاو ياسين ومن بعد نهضروا. انت الا ما عطيتينيش اتساع غادي نشكي بك للمخزن. المخزن وفين مشيت انا؟ انا هو المخزن هنايا. كي تفكيتاش كان خاطر غير واش شريتي داسك اللي قلت لي تماز هي وسلم مدينت عطي السن كله ما الا الجغ من غير تجمع عين هاد خوانين هذاك ديك قندان تليس ياسين. جمعت نفسات ثلاث سفروخ يلا هكي. يلا معايا. فين؟ لتحت نقلبوا عليه. ياسين 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 علي هيت يا أستاذ فين يكون مشاهدة؟ كون يخبي في شي بلاصة هنا. فايت ليه دار بحال هاد الهربة أمرا تشطرة في الدوار. ياسين علي علي هذا انت ياسين فين كنت يا صاحبي؟ انت فين وصلت؟ كيفاش انت فين؟ فين كنتي؟ درتي هكا وزدتي وخليتي الدوار مقلوب عليك يا صاحبي؟ استاذ ما بغيتش نعيش معاه ما بنقرا استاذ
ياسين، اولا هادشي اللي درتي خطر عليك، ثانيا حتى انا بغيتك تقرا، ومن اليوم غدا تجي عندي القسم. شكرا. ثالثا الرجل الصغير ما كيحلش مشاكله بالهروب. ياسين مالك تتكي؟ حماقيتي ولا مالك؟ بغيتي هرب عاوتاني؟ سير قول لي مرا لقيناه. فين هما التلاميذ الاخرين الكبار مقور؟ اجي نروح انا عايش اجي هنا واجي نجمع هنايا اللور مراهم وزيد انت الطاوله قدامي هذيك قدامك جبدوا القراءه ديالكم حوالي 31 غادي نديروا مراجعه ديال حرف اللام. معلمتي لطيفه لا تقلق ولا تغضب. معلمتي لطيفه لا تقلق ولا تغضب. اقرا. معلمتي لطيفه لا تقلق ولا تغضب. حسن جدا. اقرا بابا. معلمتي لطيفة لا تقلق ولا تغضب. حسن جدا. دابا غادي نحاولوا نقراو جماعة. معلمتي لطيفة لا تقلق ولا تغضب. معلمتي لطيفة لا تقلق ولا تغضب. معلمتي لطيفة لا تقلق ولا تغضب. اش بغيتو؟ ها؟ سيروا لداركم يلا. قول لهم المعلم مريض. ديركم يلا.
وصلت. الله يعاونك. سي احمد اش كدير هنا؟ زعما هاد الصار عندك الدروس ولا لا؟ عندي يا استاذ، ولكن لمن غنعطيها الدروس؟ التلامد ما كاينينش. كيفاش ما كاين التلامد؟ ما كاينش، ماني الدوار شادين ولادهم حداهم وكيصيفطوا لينا على بالك. هلا كندير بيبي سيتين. اش هاد الهضره؟ ما تقوليش غير متكرر للتلاميذ، انا راه ماشي جيت في هاد المهنه هادي. استاذ انا ما قلت لك لا غير متكرر لا حتى شي حاجه. ترى مشكل في الدوار، واحد الوليد ضرب حيت عمو ما خلاهش يقرا، قال لك زيد انت سبب هاد المشاكل كلهم وشدوا ولادهم حداهم. ياك ما ضربتي معاهم؟ واش انا غادي نقري ولا غادي نضرب استاذ؟ بغيت نتحول استاذ داك الدوار. كيفاش بغيت تحول؟ واش عرفتي بان الانتقال ما تيكونش وسط السنه؟ تيخصك سنه على الاقل باش يمكن لك تشارك في الحركه الانتقاليه المحليه. انا داك الدوار طلع لي في صحتي استاذ، ما بقيتش قاد نزيد فيه تنهار. اشوف اسي احمد، الدوار ماشي هو المدينه، وزيدون العطله هي قريبه وما بقى لك والو باش تصرح مع راسك. واخا هكاك بنقدم الانتقال ديالي استاذ. قدم اسي قدم، دوز عند كتيبه وعمر الاوراق ديالك، المهم هو خلال هذه السنه تحل فيها المشاكل معاهم في الدوار. تفهمنا؟ الله يعاون. السلام عليكم. شي كاس ديال الاتاي؟ كاس ولا برد؟ براد. تاكل شي حاجه؟ شنو عندك؟ كاين البصاره. اتاي براد. وين البراد نواتين؟ انا بتصنت زر اريد جوج عاد نزل ديك راه دبغا في شرم سايغه ما سير كان غدمي احمد الراجل ما تيصبرش حوايجو. واش ندير؟ نقول تلاميذ النظافه من الايمان نجينا مسخ. هذا راه شغل العيالات ماشي الرجال. الراجل راجل، صبن غسل ما عن جفف طيب يدير اللي دار كيبقى ديما راجل. ها اشنو غادي تبدل لي الا قلت انا؟ ها انا ارغاز، ها ارغاز انايا ام قرن كاع. ياسين كدير هنا؟ جيت عندك استاذ باش تقرر حيت عمي ما كاينش. يلا جيتي؟ اه شفتك تتسكن. عندك تقولي انت الصابون ديال العيالات؟ لا ما بداوش يضحكوا عليا. غادي يضحكوا عليا كاملين؟ لا ماشي كلهم. شوف وقت اللي بغيتي تدوز عندي دوز. صافي؟ صافي. يلا عجبك؟ اه بغيتي تجربو؟ اه تضحك عليا؟ لا حاشا
كاين شي واحد يقدر يضحك على الرجل الصغير. هاد الموسيقى هي اللي كنتي كتلعب بلوتشار داك النهار؟ مزيان. وهاد الآلة اللي في يدك سميتها؟ العود. مزيان. قوليا إلا لعبنا موسيقى ديال لوتار بالعود اش غادي يوقع؟ يبقى عود. ولا لعبنا الموسيقى ديال العود بلوتار؟ يبقى لوتار. مزيان. إذن واخا الراجل يصبن؟ يبقى راجل. مزيان. يلاه نوض صبن. نوض تقرا قالك. اليوم غتكون عندنا مراقبة، أنا غادي نسولكم وانتوما غادي تجاوبوني وغادي نشوف اشنو عارفين. فهم؟ نعم. عبد الرحيم صابر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. حسن جدا. كباه. ابتداء من غدا ان شاء الله غتكون عندنا عطله. استاذ شنو هي العطله؟ عطله بابا هي ما غتجيوش للمدرسه، غتبقى في الدار بحال الكبار. لا لا، ماشي بحال الدراري الكبار. الدراري الكبار عندهم القرايه وما كيجيوش للمدرسه، مغيبين. العطله هي عندك الحق ما تجيش للمدرسه، ما عندكش القرايه. مفهوم؟ اجيتي ديري هنا؟ ما شفتكش ملي مشيتي، كنت باغي نقولك بلا ما تمشي، طريق خطر. في فراسي باغي نمشي نشوف غير الوالده. بقى فيك الحال ياك؟ شافك شي واحد ملي جيتي؟ لا محاجة. يلا كاع راح يكون معنا. اش كتعني سميتك؟ ليتماس. هي عندها خوتها. كيفاش عندها خوتها؟ شحال هادي الناس كانوا كيموتوا ليهم الولاد. ملي كيتزادوا واش كيديروا فال زوين؟ كيسميو البنت عندها خوتها باش تعيش هي ويعيشوا خوتها. فهمتي؟ فهمت. قربنا للدوار. ما كانش عليك تجي تشوفيني. علاش؟ خايف؟ لا، ما قد على مشاكل. يا انا دابا مشكل. راك فهمتيني شنو بغيت نقول؟ انا فهمت.
وانت فهمتي مالي انايا حتى لي متى غادي تبقى دير بحال الا ما فاهم والو حتى لي متى ما عرفتش اش غادي نقول لك انا كان عندي مشكل مع واحد البنت كنت خاطبها وباقي باقي خاصني شي شويه الوقت باش نعرف اش باغي وفين غادي نتوما في المدينه كتعقدوا الامورات كي يلا قلتي تفارقتي معاها في ونسا ما كرهتش ولكن ما سهلاش قولوا كان مرضيتيش بنت الجبل السي المعلم سيروا فحالكم عاودت لليوم سير داركم اوليدي سير داركم وراه خصها تغزى حتى يعني وريني العمي في الدار السن اش من دار دارك داري واش انت حماقيتي ولا مالك انا كنقول لك الدري ما خاصوش يخدم وانت كديتيه يبني دار كاع حنت مال الدوار قفل الخدمه ماشي شغلك انت في مال الدوار وانت دير في قرايتك وبس فهمتي ريح الله ملي تكبر ارا ما تخدم نصريح صافي ما تقلقوش شكرا حيت بغيتو تعاونوني في الدار ولكن هاد المرة ملي نقول لك شي حاجة حاول تفهمها وكنتي غتخليها بحال هكا ما دير ليها والو كنت بغيت ندير لها التراب تراب زرع الفلفله شحال فيك ديال التبوحات اخويا نوض تخدم نوض Thank you.
حتى انت الموسيقى. السلام عليكم. ما غيتش كاركين من زقمك؟ يلا بالك سقمي الجو ما نغيله هاتوا تغانف نشكا. السلام عليكم الشريف. سي احمد بغيناك تقرا لينا هاد الورقه. اش هادشي؟ هادو شي ناس بغاو يديروا شي مشروع هنايا وبغاونا نعطيهم الارض نكريوها لهم شي ثمن رخيص، ولاني فقيه شك في هاد الوثيقه. هادوك الناس ثقه ما عندك ما تقول فيهم. اعطيني الكلمه ما تقلقش ونقول لك اش كاين في هاد الورقه. عليك الامان ما تخاف والو. ياسين كيفاش؟ ياسين انت هو هنا؟ اش هادشي؟ فكاوا لخاطرك يهضر ربي. قرا هنا وقول لي اش فهمتي. هاد الدري اللي غادي يورينا شنو كاين. ندمت حتى جيت معاكم. يا تيمو تفويتي تفويتو هذه الارض. سمعتي؟ هذا عقد ديال البيع ماشي ديال الكرا. تبغي تلف تجمعتينو ياك ني غاوند. ياسين مازال ما غتمشي، راه طريق تسرحت دابا. عطلة سالات والقراية غدا غادي تبدا. صافي ما بقيتوش باغيين تقراو ولا عجبتكم الراحه؟ حنا ما درنا والو، والدينا اللي قالوا لينا ما نجيوش. ودابا مستعدين للقرايه ولا كتسناو يجيو والديكم يقراو في بلاصتكم؟ مستعدين. نعم. ها لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا قيم الصلاة سي بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر الله أكبر. أنا كملت هادو لي نصف راس بولجي إن شاء الله. إن شاء الله.
هذا كده معلم هو لاباس تبارك الله. تيقنا تكون عاون ربي. سلام. عليكم السلام. ايوا سي احمد اش نظهر لك؟ ما عرفتش اش غادي نقول لك. بارك الله فيك. اش كذا تصرت اش كذا؟ اش كذا تصرت؟ يمكن البركه بسم الله سيدا كل المعاون ولا نكي تيويسي والله يعاون. اش تحسنا؟ ما عرفتش انت الاستاذ دابا خبزي أغروم ماء أمل أمن بالنون أمن رجل سهل هذه أرجز امرأة تمس لا قلت لك انا كسبازي انا سايح نادو سيدي الله يخلف الله يجعل البركه ما زدنا عليكم والو وما حالكم هذا تفاح عندكم زين الحاج وخصك تشوف كي كان غير هذا الاخر جابوا لينا شي دواء ما موافقوش كلو دواء داكشي غير تسخير من الله سبحانه والمدير ديالنا السي ادريس هذا مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا بسم الله بسم الله مرحبا 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 وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام السي ادريس غبور هادي ما بقيناش كنشوفوك اي ماجدود يا مغار كنقدم لكم سي الحسن المفتيش ديالنا مرحبا بارك الله فيك واش بيده ديال الطريق حتى لهنا ايوا لازم شويه الصبر اسيدي مرحبا بكم كاملين العشاء عندنا الليله بسم الله مرحبا بكم مرحبا 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 بسم الله حرشاي اللي يبين غميد ناد يسقان كرا ورسو ما خدوش كان ما يتسن يا سيدي مرحبا بكم كاملين بسم الله بسم الله بسم الله انا اللي ما فهمتش السي احمد هو علاش انت بغيتي تخوي هاد البلاد العيشه فيها مزيانه كيفاش غادي يخوي البلاد بغى ينتقل هذاك الوقت كنت باقي ما مولفش وكان عندي شويه ديال المشاكل ياك ني غوند هاتي ديما المعلمين عون في الانتقال زيد الشتات صاح المبيض انت الصديقة لن تفقدي مكانتك وقف جلوس جلوس أستاذ اسمح لي شوية لا لا كون هاني سكناو سكناو الخدمة في محل واحد عارفين شنو كاين ما تشغلش بالك يمكن لك تبدا غير بدا بدا أستاذ شكرا
مكانتك أبدا، فأنت موجودة وكل قلم رصاص في انتظارك. إذن فاطمة الزهراء قرأي. أميم هي حات تو المنسي نسي تو المنسية تو صحتي لمي صافي. قرأ بابا. الممحات المنسية تو ما كنش تو كان ممحات المنسية تو. شكرا بابا. كمل ياسين تابع. الممحات المنسية تو سكات شت مالكم. قرا ياسين ما تخافش قرا. اسمح لي يا استاذ ما عرفتش مالهم اليوم غير شوفوا استاذ هاد الوليدات رخص لي يشد بيديهم ويقريهم. هذا راه استهتار هذا ما يمكنش نخدموا هكذا. ما عرفتش يا استاذ شنو طرا الدراري قارين ما عرفتش ما وزيد هاب طالب انتقال. شوفوا استاذ جمع راسك وتدارك الوضع راه ماشي لعب الدراري هذا. مالكم؟ والو. كيفاش والو؟ واش هادشي اللي درتو ليا؟ غير اشنو؟ غير بغيتو تجبدو ليا الصداع؟ ما قدكمش هاد المشاكل اللي عندي؟ والدينا اللي قالوها لينا. قد يفعل والديكم؟ مالك؟ ما بيا والو. ما يمكنش ياك اتفقنا نهضروا رجاله وهضر معايا راجل. ولكن انت بتمشي وبتخليني. انت انا ما سخيتش نمشي. فكرت بزاف يا ياسين وقررت نديك معايا لكازا تقرا. اش دار ليك؟ كنهضر معاك بصح. انت غير فكر وانا غادي نهضر مع عمك. ما تقول لي والو دابا. فكر على خاطرك. صافي.
مرح ثبت يد أبي لا بوتر وأعنى عنهم هو ما كسب سسرا بدلا امرأته حبالة العطا في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. تراوه باكرا يعدو وأمر الفصل يشغله سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفعه. اقرأ اقرأ كانت أول كلمة كانت أجمل حكمة بسم الله تعالى واسعد نحو القمة. اقرأ اقرأ علما أدبا فنا اقرأ اقرأ شهرا عاما قرنا بسم الله الدنيا هيا نعمل هيا نادم هيا اسعوا بجد سعيا. نزول تدريب ديالنا كملوه ياك يلا. سأكل كل خرافك السمينة أيها الفلاح. أنا لا أخاف منك أيها الذئب الشرير. ما ديستما اسمي لي كون صنغ صنغ دارون توقت لا مراد توقت لي مراد تنميرت. في الحقيقه انا سعيد جدا بهذه الاحداث الجميله اللي شفت وفرحان بزاف لسيدي احمد اللي خدم وعمل مجهود مع الوليدات وكذلك غادي نهنيه لانه غادي ينتقل. ياسين مال هذا؟ خذو. شكرا. غادي تمشي؟ عقلتي على النهار كان عندي مشكل مع عمك والناس ديال الدوار. داك الوقت تقلقت بزاف ما بقيتش حامل راسي وبغيت نتحول من هنايا فهمتي. مالك مش نمشي معاك للمدينة؟ علاش؟ حيت قلتي ليا الرجل الصغير ما تيحلش مشاكله بالعرب. Thank you.
حتى غادي واش كاينين ياك راه صرف نكره المعلم الجديد بالحق غادي يشيب حقا يوفنيت انا وسي حمد هيا وتاكوك زغوم زوارو ما فجي الريه ورسولي الدين غدمي ما يسن يلا نزر ما يلا لاباس لاباس كيدوسوا العطله مزيان مزيان ياك ما درتو المساله لا الا درتو المساله الوالد ديالي جيتو معايا يدير لكم العقوبه لا لا ما تخافوا والو ولدي ولا واش غتبقى معنا الله ينجينا يا خويا ماني حماقيت مرحبا ايوا سيدي مرحبا بكم كاملين الله يجازيك بخير سيدي احمد ولي ديما كيعاود لي عليكم ولا هذا جيت نشوف ايوا سيدي مرحبا غادي تلقى خاطرك وغادي يعجبك الحال هنا الله يجازيكم بخير ولكن ماشي هادشي اللي جابني بوحدو واشنو بغيت سيدي احمد ولدي يكمل دينه وراه حنا جايين طالبين راغبين في بنتكم الا قبلتوا علينا يا سيدي الله يكمل بالخير هو قاتل ربينا كان غدوني سولا لك هرت سيدي يساعد ربي الله يكمل بالخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم الحمد لله رب العالمين أحمد بغيت نقول لك شي حاجة انا فرحانه بزاف فاش كاينه معاك حتى انا فرحان بزاف فاش كاين معاك عندها خوتها كيفاش عندها خوتها ليك ما زال لا يلا على السلامه تعلمتي تقول سميتي ما يمكنش ما نعرفش نقول سميت حبيبتي سلامة سلامة لا 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 لا